بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر احتضنت مدينة بني ملال لقاء تواصليا تحت شعار دور مغاربة العالم في تنفيذ النموذج التنموي الجديد. هذا اللقاء شكل فرصة لتسليط الضوء على الجهود المهمة التي يقوم بها المركز خصوصا من خلال برنامج ازدهار مغاربة العالم الذي يهدف إلى مواكبة المستثمرين المغاربة بالخارج. تم اليوم الاحتفال باليوم الوطني المهاجر اللي هو يعتبر يعني تقليدا سنويا يمكن بالتواصل مع مغاربة العالم لإنصات الاهتمامات ديالهم والمشاكل ديالهم، وكذلك هو فرصة من أجل يعني توضيح مجموعة من التحولات التي عرفها المغرب ومجموعة من التدابير اللي وضعها المغرب. الدولة كذلك والجهة وضعوا مجموعة من التدابير من أجل تسهيل ولوج المستثمرين خاصة مغاربة العالم للتمويل. نذكر مثلا عدد بعض الأمثلة: صندوق مغاربة العالم، هناك صندوق تنمية فلاحية. ويهدف برنامج ازدهار الذي كان المجلس الجهوي للاستثمار بجهة بني ملال خنيفرة قد أعطى انطلاقته الرسمية في شهر أبريل الماضي إلى تعبئة جميع الفاعلين المتدخلين في مجال مواكبة المقاولات وحاملي المشاريع على مستوى الجهة من أجل تقديم عرض مواكبة مندمج لفائدة المقاولين.